بدأت فرنسا تحقيقا حول الارتباط الإجرامي وغسيل الأموال من قبل حاكم مصر في لبنان رياض سلامة في أعقاب تحرك مماثل من جانب سويسرا إثر الشكاوى تطالب بتوضيح مصدر ثروة سلامة ومسؤولين آخرين. القضاء الفرنسي يتحرك للنظر في ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة. فتحت النيابة المالية الوطنية في باريس تحقيقاً أولياً حول ثروة سلامة في أوروبا وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر قضائي. فتح هذا التحقيق في أواخر مايو في قضية تآمر جنائي وتبييض أموال في عصابة منظمة، علماً أن سلامة يخضع أيضاً للتحقيق منذ أشهر في سويسرا للاشتباه في ارتكابه جريمة غسل أموال واختلاس أموال من لبنان. إحدى الشكاوى الجنائية التي دفعت المدعين الفرنسيين إلى التدخل جاءت من مؤسسة Accountability Now سويسرية، وكانت منظمة شيربا المناهضة للجرائم المالية رفعت أيضاً في مايو الماضي دعوى قانونية أمام المدعي العام المالي الفرنسي بالاشتراك مع تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، والذي أنشأه المودعون المتضررون من الأزمة المالية والسياسات المصرفية في لبنان. المنظمة أوضحت أن دعواها لا تستهدف فقط عمليات غسل الأموال خلال أزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين سياسيين على عقارات فاخرة في فرنسا بالسنوات القليلة الماضية. وتتهم الشكوى الجنائية سلامة وأشخاصاً مقربين منه، بينهم شقيقه رجا وابنه نادي ومساعدته في البنك المركزي، بتكوين ثروة طائلة في أوروبا عبر أصول مشبوهة وبطريقة احتيالية. يذكر أن حاكم مصر في لبنان يمتلك عدداً من العقارات في فرنسا ودول أجنبية أخرى، يقول إنه اشتراها قبل توليه منصبه عام 1993، ويفترض أن تسمح التحقيقات بتوضيح مصدر ثروته الكبيرة. ينضم إلينا من بيروت أسعد بشارة الكاتب الصحفي والباحث السياسي، وسينضم إلي أيضا علياء إبراهيم الصحفية في موقع درج، ستنضم إلينا لاحقا. مرحبا بك أستاذ أسعد، أشكرك جزيلا لتلبية الدعوة. ما هي نهاية هذا المسار مرحبا. القضائي؟ شكرا. هذه مجرد البداية ومجرد قبول القضاء الفرنسي بأن ينظر في موضوع التحقيق فيما يمتلك حاكم مصر في لبنان رياض سلامي، يعني أن هناك شبهات معينة. هلا بالواقع القضاء الفرنسي أو القضاء السويسري هو مسؤول عن إثبات صحة هذه التحقيقات أو الاتهامات أو عدم صحتها، لكن الأهمية فيما حصل أن عندما يتكلم القضاء السويسري أو الفرنسي، والفرنسي على وجه التحديد، هذا يعني جرس إنذار لكل أركان المنظومة السياسية في لبنان، بدءا من التحقيق مع رياض سلامي وصولا إلى التحقيق مع باقي أفراد الطبقة السياسية الذين كانوا يعني يتشاركون مع سلامي في مجمل الأوضاع التي أدت إلى انهيار الاقتصادي في لبنان. لقد كان حاكم مصرف لبنان إلى حد كبير يغطي الكثير من الممارسات، وسمح بأن تذهب أكثر من 80% من ودائع اللبنانيين لتمويل دولة منهوبة ومسروقة، وبالتالي هو طبعا يتحمل المسؤولية، لكن في المقابل في هناك حملة عليه في لبنان من قبل طرف محدد هو حزب الله بأنه المسؤول الوحيد، وهذا غير صحيح. المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، وجرس الإنذار الذي يدق في القضاء الفرنسي اليوم يسمع جيدا في بيروت، لأن في بيروت ليس هناك لا من قضاء ولا محاسبة ولا قدرة على الوصول إلى 1% من حجم الارتكابات التي تمت ومحاكمة المسؤولين عنها. طيب هل سيكون هناك تبعات على من يصدر بحقهم أي قرارات سواء كان سلامة أو غيره، تبعات عليه على الأراضي اللبنانية، من القرار فقط سيقتضي لربما بمنتهى إن ورد لاحقا ووجدت هذه القضية مسارها لأن يكون فيها قرار معين يعني بحق المشتبه بهم اليوم، هذا لن ينفذ على الأراضي اللبنانية يا أستاذ أسعد؟ صحيح، ولكن يعني رياض سلامي ماذا فعل منذ 30 عاما وإلى اليوم؟ هو ضمن استقرارا وهميا للنقد في لبنان، ومول الدولة اللبنانية المنهوبة من أموال الودائع، وحظي بغطاء
عربي ودولي كبير باعتباره رمزا للاستقرار المالي، لأن المجتمع الدولي يريد استقرارا في لبنان على صعيدين، الأمني العسكري، يعني الأمني العسكري والمالي والنقدي، وهو كان أحد يعني حافظ على الشق الآخر. اليوم السؤال، إذا ما ذهب القضاء الفرنسي في تحقيق أستاذ أسعد، هل تسمعني؟ طيب لا يسمعني أستاذ أسعد، فقدنا أستاذ أسعد. دعوني أذكر هنا عن ماذا نتحدث. هناك اتهامات بغسيل الأموال في سويسرا كانت سابقا، ولكن مرة جديدة تعود فرنسا هذه المرة وتقود تحقيقا آخرا، هذا التحقيق في ثروة رياض السلامة، وتقول بأن هناك اشتباه، بأن هذه العمليات، والتي طبعا تقول بأن التحقيق فتح فيها حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقول بأنها شبهات طبعا متعلقة بغسيل أموال في أعقاب طبعا التحرك المماثل الذي ذكرناه من قبل سويسرا أيضا. أعذرني أستاذ أسعد فقدناك، تفضل أكمل سيدي. فأذن كنا نقول أنه إذا ما ذهب القضاء الفرنسي إلى تحقيق جدي، بالطبع سيكون تحقيقا جديا في أصول الأموال، هل هناك تبييض للأموال، هل هناك استغلال للموقع والنفوذ لجني أرباح غير مشروعة، إذا ما حصلت هذه الإدانة أنا يعني لا أعرف كيف يمكن أن يستمر رياض سلامي حاكما للمصرف المركزي في لبنان، رغم أن لبنان هو بلد العجائب. ولكن بالطبع لننتظر القضاء الفرنسي، لأن تتبع عملية يعني كيفية تراكم هذه الثروات هو أمر يمكن كشفه إذا ما بدأ التحقيق الجدي. طبعا أقول هنا أن يعني فرنسا والدول الأوروبية، دول أوروبا وكل هذه الملاذات الآمنة لهذه الأموال التي أخرجت من لبنان، والتي كانت تعبير عن أموال جنيت بالفساد، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، هي أصلا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت أصلا تضع عقوبات منها على جبران باسيل وغيره، هذه الملاذات التي كانت آمنة حتى الأمس القريب، لا أعتقد إذا ما دق يعني بدأ مسار اتخاذ عقوبات على أركان هذه المنظومة أن تبقى ملاذات آمنة، وبالتالي ستفتح تحقيقات حكما في مصدر وطبيعة أموال السياسيين اللبنانيين، وهي أموال. هل هذا بالضرورة يعني أن هذه الأموال والثروات الطائلة ستعيدها هذه الدول ملاذات الآمنة المفترضة بعد أن ترى هذه القضايا لربما أو تأخذ مسارها القضائي؟ هل ستعيد فرنسا على سبيل المثال أموال اللبنانيين إلى اللبنانيين؟ ما هي ليست لديها ثقة في النظام أصلا، إذا القضية هي لن تعيد أموال يعني اللبنانيين. صح هذا يستلزم يعني تحقيقا دقيقا وطويل الأمد وجدي، أولا لمعرفة حجم الأموال الموضوعة في المصارف الفرنسية، المصارف السويسرية، المصارف الأوروبية، الملاذات الآمنة الأخرى، الشركات التي سجلت في بنما وغيره وغيره، هذه طرق تهرب يمكن الوصول إليها. ولكن هناك أمثلة كثيرة، مثلا مصر بعد سقوط مبارك جمدت أموال لعائلة حسني مبارك، يمكن نعم بكل وضوح الذهاب إلى تجميد أموال وإلى إجراء تحقيقات نزيهة تصل إلى تحديد مسؤوليات، لكن هذا أنا باعتقادي هو قرار سياسي. إلى الآن فرنسا تعمل على قرار عقوبات بحق مسؤولين لبنانيين لتسوقه لكي يصدر عن الاتحاد الأوروبي ككل. لا نعرف إذا كانت هذه القرارات ستشمل منع السفر أو أنها ستصل إلى البحث في طبيعة هذه الأموال المؤكدة التي هربت ووضعت في المصارف الأوروبية، وهي فعلا ثروات طائلة ناتجة عن عشرات السنوات من النهب المنظم. أقول كلمة هنا في هذا الإطار بالنسبة لرياض سلامي، يعني هناك خشية على صعيد المجتمع الدولي من أن المس بوضعية رياض سلامي يمكن أن يؤدي إلى إقالته أو استقالته، بحيث يتسلم محور حزب الله وميشيل عون عملية تعيين بديل عنه أو استلام نائبه، وهو طبعا معروف الولاء. هذا ما يؤخر برأيي دينامية يعني تسليط الضوء على ما فعله حاكم مصرف لبنان، ويعني القيام بتحقيق جدي للتبيان ما له وما عليه. الآن هناك تحقيق عند الفرنسيين، هذا التحقيق عند الفرنسيين يجب أن يصل إلى نتيجة سواء سلبا أم إيجابا لتبيان الحقيقة، لأنه لا يعقل. طب لو كانت النتيجة سلبية، يعني إذا لاحظنا نحن
ايضا يعني فيما تستند اليه السلطات الفرنسيه، يعني ايضا الحديث عن تقارير اعلاميه ايضا وتحقيقات استقصائيه اجرتها بعض المؤسسات ايضا بالاضافه الى ما تم يعني الاستناد عليه في سويسرا سابقا، ولكن يعني ماذا لو خلص التقرير او خلص القضاء الفرنسي بانه لا يمكن الوصول الى نتيجه او اصدروا حكما يعني بالنفي بان هذا بالفعل كان قد حصل مع حاكم مصرف لبنان، هذا مضر اكثر بالعمليه السياسيه، هذا مضر بالمكونات السياسيه الداخليه في لبنان اكثر. لا يعني على صعيد رياض سلامي كشخص وك يعني كأهم موقع مالي في لبنان هو حاكم، يعني مصرف لبنان ليس مدير المصرف، هو حاكم له صلاحيات استثنائية. على هذا الصعيد إذا ما صدرت هذه النتائج بهذا الاتجاه يكون رياض سلامي قد قسم الجولة على الصعيد الشخصي، ولكن هذا لا يمحي إطلاق على الإطلاق أن هناك عشرات مليارات الدولارات باعتراف الأرقام التي تصدر في لبنان أنها ذهبت كخسارة، يسمونها خسارة أو هدر، ولكن في الحقيقة الجزء الأكبر منها ناتج عن عمليات فساد هائلة في قطاعات الكهرباء، الاتصالات، التوظيف، الحدود، الجمارك، المرفأ، المطار، كل ما يمكن تصوره، كل الصفقات التي وإعادة إعمار البنية التحتية كلها كانت تدار بطريقة الصفقات. لذلك يعني نحن نتحدث الآن عن أهمية البدء بالتحقيق مع سلامي، ليس فقط بما يطال رياض سلامي أو ما يبرئه، إنما عن أهمية البدء بتحقيق جدي ليصل إلى باقي أركان هذه المنظومة. بالتأكيد رياض سلامي قلق اليوم، ولكن القلق الأكبر هو لدى يعني أقطاب هذه المنظومة، لأن كما قلت سابقا لا شيء يخيفهم على صعيد القضاء اللبناني، هو قضاء ممسوك. العقوبات التي توضع عليهم أو التحقيقات التي يمكن أن تحصل في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تجعلهم يعيدون حساباتهم. طيب أود أن أشكرك جزيلا لانضمامك إلينا أستاذ أسعد البشارة الكاتب والمحلل السياسي. شكرا. تنضم إلي عليا إبراهيم الصحفية في موقع درج. مرحبا بك عليا، هل تسمعيني؟ لأننا نحاول الاتصال بك كان هناك بعض التحديات، هل تسمعيني بوضوح؟ أسمع بوضوح. تمام. تقول المصادر الفرنسية بأن يعني هناك استناد على حتى في المسار القضائي استناد على تحقيقات استقصائية، من هذه التحقيقات الاستقصائية ما قمتم به أنتم، ما الذي يثبت بأن حاكم لبنان أو يقربنا من لربما معرفة الحقيقة أكثر؟ هل ما ورد في التحقيقات الاستقصائية هو قرائن ودلائل دامغة على أن هناك بالفعل فعل جرمي سيصدر بحقي أو يصدر بناء عليه أمر قضائي بحق سلامة أم لا عليا؟ يعني هناك ما يكفي لفتح تحقيقات جدية على مستوى التحقيقات التي تحصل الآن في سويسرا أو في بريطانيا أو في فرنسا. ما استطعنا التوصل إليه عبر تحقيقاتنا الاستقصائية التي استمرت على أكثر من مدى سنة ونصف هي أن هناك بأقل تقدير أن هناك أعمال كثيرة قام بها سيد رياض سلامي لإخفاء ملكيات لديه من خلال شركات مسجلة في ملاذات ضريبية وفي دول مختلفة في أوروبا. بعد ذلك طبعا تحقيق آخر أثبت أن هناك على الأقل شبهات تضارب المصالح بموضوع الهندسات المالية التي أجريت في العام 2016. ما يعنيه ذلك أن هناك ما يكفي ليجبر القضاء الأوروبي البحث في هذه الأمور. طبعا تم تسريب الملف الذي على أساسه أرسلت السلطات السويسرية طلب مساعدة السلطات اللبنانية، والذي تبين فيه أن هناك عمليات سحب أموال من مصرف لبنان إلى حساب خاص منذ العام 92. نحن نتحدث هنا عن جرائم مالية وتبييض أموال بشكل كبير، وبالتالي أقل أضعف الإيمان هو فتح ملفات ومساءلة حاكم مصرف لبنان حول هذا الموضوع. السؤال حقيقة ليس لماذا هناك قضايا رفعت في بريطانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا لم يعلن عنها حتى الآن، ولكن على الأقل رسميا في
سويسرا وفي فرنسا. السؤال هو كيف يمكن في بلد اليوم هناك أزمة اقتصادية هي الأكبر في تاريخه، لا يزال الشخص المسؤول عن القطاع المصرفي في منصبه وهو يصدر التعليمات يوم بعد يوم، وهو لا يزال يدير هذا القطاع الذي ولا يزال الشخصية الأولى في هذا القطاع منذ أكثر من 30 سنة، على الرغم من وجود هذه الشبهات. نحن لا نصدر إحكاما، نحن لسنا القضاء، نحن كصحافة استقصائية تمكننا من. هل لك أن تعطيني بعض الأمثلة إذا تكرمتي؟ أعطيني مثالا واحدا على قرينة ربما وصل إليها تحقيقكم الاستقصائي اليوم، وهو أحد التحقيقات الاستقصائية. ما تثبته تحقيقاتنا مثلا أنه هناك شركات كانت مسجلة باسم سيد رياض الليني قامت بشراء مثلا شقة لابنه في لندن في مكان يعني بالقرب من الرويال. وهذا كله لم يصرح عنه في دفاعه عن نفسه. فالاتهامات ليس فقط هذا فيما سبق، وكان يعلن دائما عن أملاكه، لم يعلن عن ذلك، هذا كان مخفيا يعني علياء. المشكلة ليست بعدم الإعلان، المشكلة يمكنه أن يكون لديه ثروة كبيرة. علامات الاستفهام تطرح لأن هناك شركات كانت موضوعة بصفتها غطاء لشخصه. هذه العمليات لم تتم بطريقة شفافة، وبالتالي هناك يجب أن يعني هو شخصية سياسية، هو فات النتيجة، وبالتالي بحسب القانون عليه أن يثبت مصدر أمواله، وهذا ما ستقوم به التحقيقات. ستسأل من أين أتت هذه الأموال. الملف الفرنسي اليوم يتحدث عن ثروة تبلغ أكثر من 2 مليار دولار. ما أثبتته تحقيقاتنا هو أنه يملك أسهم، يملك عقارات بأكثر من 100 مليون دولار. القضاء عمله الآن ينظر بهذه الثروة، وينظر حقيقة أن إذا كان هناك تبريرات هذه الأموال، هي كان باستطاعته أن يقول مصدر هذه الأموال. بهذه الأثناء السؤال مرة أخرى يعني أن يكون في هذا الوقت يطرح علامة استفهام كبيرة. نعم، أشكرك علياء إبراهيم الصحفية في موقع درج، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا علياء.